وقفتنا كل يوم في المطبخ بتخلينا نكتسب الخبرة ونعرف ايه الحاجات اللي نتفاداها ونبطل نعملها، وايه الحاجات اللي بتسهل علينا شغلنا في المطبخ فنستمر عليها. السلام عليكم، انا يا دودو، وفي الفيديو ده هنعرف الافكار اللي تخلي المطبخ نظيف من غير مجهود. وقبل ما نبدأ دوسي لايك وتأكدي انك مشتركة معنا ومنورانا في القناة. رقم واحد، علشان غسيل اللبانة او الكزرلة بتاعت اللبن يكون سهل عليكي، قبل ما تغلي اللبن اشطفي اللبانة كويس وسيبي فيها قد معلقتين مية. انا عارفة ان كلنا بنكره نغسل مكان ما بنغلي اللبن، بس معلقتين المية دول مش هيخلي اللبن يلزق وتنظيفها هيكون اسهل. رقم اتنين، انت وبتقلي سمك او بتحمري اي حاجة بتاخد وقت وبتوسخ البوتاجاز، شيلي حوامل الزهر بتاعة البوتاجاز علشان ما تضطريش لغسلها هي كمان. اما بقى لو بتطنشي من غسلها اصلا فيا مرحب بالدهون المتراكمة والتنظيف العميق والمنظفات القوية. من النصايح اللي اتقالت لي انا مقبلة على الجواز ان نظافة ست البيت بتبان من زوايا حوامل البوتاجاز، وكان منتشر اكتر الحوامل اللي بتلمع وملمسها ناعم غير الجديدة دلوقتي، ولحد دلوقتي بهتم بتنظيفهم كأن في حد هيقيمني. اي نعم محدش عمل كده، بس انا بقيت بقيم تنظيفهم بكده، لان اكيد احنا في الاول بننظف لنفسنا وراحتنا، وعيب قوي لما نزور حد ونقعد نفتش عنده على الزوايا والاماكن اللي مش نظيفة، لان ده يعتبر من حرمة البيوت وكل واحدة وليها ظروفها. رقم ثلاثة، خلي في المطبخ وايبس على طول، في انواع سعرها بيكون معقول، امسحي بيها الاجهزة وعلب التوابل او اي حاجة مسكتيها وتوسخت. استخدام الوايبس في التنظيف سهل وسريع. اربعة، استخدمي اعواد قطن الودان في تنظيف زوايا الاجهزة وفتحات التهوية في التلاجة والفريزر وحنفية الدسبنسر بتاع العصير وكل من المية. جربي كده تنظفي الحنفية بتاعته بأعواد قطن الودان وشوفي الحاجات اللي هتطلع معاكي، واستخدمي أعواد الشيش في تنظيف الزوايا اللي بتخافي عليها تتجرح بدل استخدام السكينة. رقم خمسة، لما تغلفي البانيه أو البوفتيك أو السمك، بدل ما تستخدمي طبق استخدمي مفرش السفرة البلاستيك أو كيس بلاستيك كبير، حطي عليه الدقيق أو البقسماط، كده هتغلفي أسرع ومش هتوسخي حواليكي، فهتلمي الكيس وترميه والكاونتر هيفضل نضيف. واستخدميه لما تيجي تجهزي الرنجة أو الفسيخ علشان الريحة ما تلزقش في المطبخ. ستة، طول ما انت بتطبخي خلي في طبق جنبك حطي فيه قشر التوم والبصل والبطاطس وأي بواقي، بدل ما تحطيها على الكاونتر وبعدين ترجعي تنضفيها. وممكن تستخدمي الباسكت اللي بتكون متعلقة في وحدات المطبخ، حلوة وعملية قوي في الاستخدام. سبعة، لو وقع منك لبن او زيت او بيض ما تمسحيهوش بفوطة المطبخ، لان ريحتها مش هتكون حلوة ابدا وتنظيفها هيكون صعب والريحة هتلزق في الفوطة. نظفي كويس بمناديل المطبخ وبعدين لمعي بالوايبس او بالفوطة. ولو اتكسرت بيضة، وده نادرا مع زيادة سعرها اليومين دول، لكن لو حصل رش عليها كمية كويسة من الملح وسيبيها شوية وبعدين شليها بالمناديل. الملح هيمتص السوائل بسرعة ويكون سهل انك تشيليها، والخطوة دي بتنفع كمان مع الزيت. رقم 8، الاجهزة زي الخلاط والكبة او العجان، لو اسلاكهم طويلة وبتضايقك استخدم الاسلاك الرفيعة اللي بتيجي مع اكياس التوست والبقسماط الناعم.
ولو مش متوفرة ممكن أستك صغير وتلمي بيه الأسلاك ويكون طولها مناسب بس للتوصيل في الكهرباء. 9. بخاخة فيها مية وصابون وكربونات الصودا تبقى قريبة منك في المطبخ لمسح الأسطح أو أي حاجة توسخت، نظفيها كده على السريع ورشي منها كل يوم على الحنفية والحوض هايل معه. رقم 10. حوض المطبخ زيه زي الأطباق اللي بناكل فيها، يعني بعد ما نخلص لازم نغسله كويس. وحطي نقطتين من أي زيت عطر عندك في صفاية الحوض، هيخلي فيه ريحة حلوة تطلع كل ما تفتح الحنفية. 11. انت وبتغسلي مواعين خلي فوطة على طرف الحوض علشان المية ما تنزلش على الأرض وتبهدلها أو تيجي على هدومك وتحميك انت كمان. رقم 12. اهتم بغسيل الخلاط والكبة والمبشرة بعد استخدامهم على طول، حتى لو مش هتغسلي المواعين في نفس الوقت لأنهم بياخدوا مكان وتنظيفهم بيكون صعب لو سبتيهم. 13. ايدك لازم تكون ناشفة قبل ما تمسكي اي حاجة في المطبخ، سواء التلاجة او وحدات المطبخ او علب التوابل، لان المية في ايدك بتخلي المكان سهل انه يتوسخ بسرعة. 14. خلي فيه طبق صغير جنب البوتاجاز تحطي عليه المعالق اللي بتغرفي بيها او بتقلبي بيها الاكل بدل ما تحطيهم على البوتاجاز او الكاونتر ويتكون دهون وبكتيريا عليهم. رقم 15. طبيعي اننا نتلسع كتير في المطبخ سواء احنا وبنحمر فوق البوتاجاز او في استخدام الفرن، فخلي فيه كريم ميبو عندك بيعالج ويشيل الاثار بسرعة. واول ما تتلسعي قولي الحمد لله ما تعترضيش علشان كده بيتمحي من سيئاتك، وقولي اللهم اجرنا من النار. ودي كانت نهاية الفيديو. محتاجة منكم الدعم للقناة باللايك والكومنت علشان القناة الفترة دي محتاجة تكبر بيكم، فلو شايفين ان المحتوى مفيد ياريت تدعموني. مع السلامة.